الإعلامية ريهام سعيد تقتحم دائرة الخوف. وصلنا مطار أسوان وسط تحذيرات والتهديدات. حذرنا كتير قوي ان احنا ما نجيش، كان لازم نيجي عشان نعرف الحقيقة. تبحث عن أسباب مجزرة بشرية لعشرات الأبرياء. ريهام سعيد تكشف في حلقة خاصة جدا أسباب وتفاصيل مجزرة أسوان الليلة في صبايا الخير في 11 مساء على شاشة تلفزيون النهار.